ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداساً إلهياً، وذلك في كنيسة دخول السيد للهيكل للروم الأرثوذكس في عمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الرعية الأرثوذكسية من مختلف أنحاء المملكة. المزيد في هذا التقرير. احتفلت كنيسة دخول السيد للهيكل للروم الأرثوذكس في عمان بعيد القديس لوقا البشير، وذلك بإقامة قداس إلهي احتفالي حاشد، حيث ترأس القداس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة الجزيل الوقار مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاونه عدد من الآباء الكهنة الأجلاء بحضور جمع من أبناء الرعية الأرثوذكسية. وفي ختام القداس وعلى أنغام موسيقى كشافة الرعية، سار موكب سيادة المطران متوجهاً إلى مركز القديس لوقا الطبي التابع لجمعية القديس لوقا الخيرية قرب الكنيسة. حيث بارك العيادات الطبية في المركز والعاملين فيها بمناسبة عيد شفيع مؤسستهم الخيرية. وقد اطلع سيادته من الأطباء المقيمين في المركز على سير العمل وعلى ما توفره العيادات من الأجهزة الطبية والعلاجات، وذلك بمرافقة رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأب باجس خوري. وقد صلى سيادة المطران لأجل القائمين على مركز القديس لوقا الطبي، وقدم لهم الشكر الجزيل تكريماً لعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مسترشدين بما كان يقدمه القديس الطبيب لوقا في حياته. وقد أكد سيادته لنورسات أن نجاح هذه المؤسسات الخيرية وتقدمها وازدهارها يساهم في تثبيت الحضور المسيحي في هذه البلاد. اليوم بركة كبيرة كان أنه أحيانا عيد القديس لوقا البشير اللي هو طبيب، وجمعية القديس لوقا اللي بتحمل اسمه بتقوم بعمل رائد بالمجتمع المحلي، اللي هي عيادات طبية حتى تخدم المجتمع بأكمله مسيحي وإسلامي. فاليوم احتفلنا بعيد القديس لوقا حتى ربنا يبارك عمل العيادات، يبارك عمل الأطباء، يبارك عمل اللجان الإدارية اللي بتعمل، وبالأخص على رأسها قدس الأب الإيكونوموس بولس خوري، اللي عمالهم بيبذلوا جهود جبارة حتى يرفعوا بالجمعية ويوصلوا رسالتها وخدمتها لأطر أوسع في المجتمع المحلي. منصلي حتى ربنا يبارك هاي المؤسسة الكنسية وتزدهر وتتطور، لأنه المجتمع المسيحي حتى نثبت حضوره لازم يكون في عنا مؤسسات حية وفاعلة بداخل المجتمع المسيحي اللي تقدم خدماتها لكل المجتمع الأردني. فربنا يبارك هاي الجهود، نتمنى لهم كل نعمة وبركة من ربنا حتى يستمروا بعملهم. طبعا جمعية القديس لوقا هي جمعية خيرية غير ربحية، تأسست عام 2005 موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، وهذه العيادات كانت بمبادرة من صاحب النيافة المتروبوليت فينيديكتوس مع مجموعة من أطباء المجتمع الأردني اللي بيحبوا يخدموا في هذا العمل التطوعي. القديس لوقا طبعا اتخذ شفيع لهذه العيادات والأطباء لأنه هو كان بالأصل طبيب، وهو عاش في زمن الرب يسوع المسيح وكان طبيبا، وهو الذي رسم أيقونة العذراء الأصلية الأولى، وكان لم يكن طبعا القديس كتب كمان سفر أعمال الرسل وكتب إنجيل لوقا، وكان مبشرا بالرب يسوع المسيح،
وقمنا نحن باتخاذ هذا القديس شفيعا للأطباء لكي يكون لنا بركة ونعمة في خدماتنا من أجل شفاء المرضى الذين يتم معالجتهم في هذا المركز.